السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك فيه معانا وتبقى ضيف دايما عندنا، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعملوا لايك عشان يوصل لكل الناس اللي ما شافتش الفيديو، لأن كل ما بتدوا لايك، يا ريت يا جماعة الناس اللي بتحب القناة والمتابعين للقناة ما بلاقيش لايكات كتيرة، يعني يا ريت توصلوا الفيديو ده لايكات كتيرة عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وأخبار مهمة جدا، بتهم مهم جدا للناس اللي متابعة الدراما التلفزيونية المصرية والمشاكل اللي حصلت فيها في رمضان اللي فات، وبعض المسلسلات اللي اتعملت وكان فيها فشل شديد جدا، وبعض طبعا انتوا عارفين ان جهة الانتاج الوحيدة، وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده من حوالي سنتين، هي حاليا جهة الانتاج الوحيدة الشركة المتحدة اللي هي منها شركة سينرجي اللي بتعمل كل المسلسلات وكل اللي اتعملت في رمضان اللي فات، وكان منهم المسلسل الشهير طبعا اللي شفتوه اللي كان يعتبر مسلسل كوميدي اكتر منه مسلسل درامي، مسلسل نسل الاغراب اللي كانت عليه مشاكل كبيره جدا، وتوقف المنتج او المخرج محمد سامي اللي كان عامل منتج الفيلم ومؤلفه، وكان جايب مراته واخته بادوار كبيره، وكانت تكون مراته هي الوحيده اللي ما ماتتش في المسلسل في الاخر، وكل الابطال اللي جالوا اعدام واللي اتقتل وكده، والمسلسل كان عليه مشاكل كتيره، ومحمد سامي اتوقف بعد كده عن التعامل مع الشركة المتحدة. انتوا عارفين حضراتكم ان رئيس الشركة المتحدة هو تامر مرسي، وتامر مرسي بتعتبر هي الشركة المتحدة او شركة سينرجي تحديدا، اللي هي من ضمن الحاجات اللي هي بتعملها توزيع شركة واتش او ات. شركة واتش ات حضراتكم عارفين ان الشركة الرقمية الوحيدة اللي بتذيع كل مسلسلات رمضان او كل المسلسلات اللي بتعملها شركة سينرجي على اليوتيوب والناس بتشترك فيها. فشركة كبيرة، شركة سينرجي دي هي كانت المنتج لكل الاعمال التلفزيونية اللي اتعملت السنة دي، ورئيسها هو تامر مرسي، ومدير الانتاج فيها وحسام شوقي، ومجموعه كبيره من الناس اللي بتنتمي لشركه سينرجي، وناس كتيره بتقول ان شركه سينرجي تابعه لجهه سياديه كبيره جدا في الدولة، وهي المتحكمة في كل العمل الفني في مصر. النهارده في أنباء كتيرة جدا، القبض على حسام شوقي، وإيقاف تامر مرسي وخلوه قيد الإقامة الجبرية علشان خاطر المخالفات الكتيرة اللي حصلت في شركة سينرجي أو الشركة المتحدة، وتم تعيين كامل أبو علي رئيسا للشركة المتحدة ولشركة سينرجي، هو حاليا مكان تامر مرسي اللي بقى قيد الإقامة الجبرية. لو انتوا تلاحظوا الفترة اللي فاتت في مشاكل كتيرة حصلت مع الشركة المتحدة وشركة سينرجي، أولهم وأنا كنت مشكلة كنت اتكلمت عنها مشكلة مسلسل أحمس أو الملك أحمس، كان المشكلة الكبيرة بتاعت مسلسل أحمس البطل اللي هو عمرو يوسف، كان المفروض ان هو عامل دقن كنوع من انواع الشياكه يعني، فما حبش ساعه مسلسل احمس انه يشيل دقنه، وكان مصمم يكمل المسلسل بدقنه، رغم ان مفيش قانونا مفيش اي حاجه بتقول ان في حد من الفراعنه او ملوك الفراعنه كان بيمثل بدقن، وكان في مخالفات كتيره جدا ماديه، يعني المسلسلات بتاع المخالفات بتاعت مسلسل احمس دي لوحديها مكلفه الشركه المتحده، المخالفات بتاعت مسلسل احمس دي كانت مكلفه نفسها الشركه المتحده حوالي 50 مليون دولار. 50 مليون دولار، تخيلوا حضراتكم المبلغ بشركه المفروض انها شركه انتاجيه في الاساس وتجيب فلوس للدوله، ورغم كده كانت الخسائر في مسلسل احمس اللي كان مصمم يعمله عمرو يوسف، وان المسلسل يبقى تبع لرغبه البطل اللي هو عمرو يوسف انه يبان بدقنه، وعشان كده الشركه قررت انها توقف المسلسل وما تكملوش، اللي هي الشركه المتحده او شركه سينرجي. حاليا هو حسام شوقي قائد التحقيق، وطبعا مش هكلم حضراتكم عن المخالفات الكبيره جدا اللي كانت في مسلسل بتاع سينرجي
اللي كلفهم خسائر كتيرة جدا، واللي هو مسلسل الخسائر الكبيرة جدا اللي حققها مسلسل نسل الأغراب، وناس كتيرة كانت بتتريق عليه، وكان المسلسل بيعتبر نكتة من النكت الشهيرة اللي كانت معمولة السنة دي في رمضان، وبيعتبر خسائر كتيرة جدا لشركة السينرجي أو الشركة المتحدة. حاليا هو تامر مرسي يعتبر قيد الإقامة الجبرية، وحسام شوقي بيتحقق معاه، والتحقيق معاهم مش عارفين هيوصل ليه، لأن في مخالفات مادية كتيرة جدا في الشركة المتحدة. وحضراتكم عارفين إن الشركة المتحدة دي تابعة من الأساس لمؤسسة كبيرة في الدولة، سينرجي هي من الشركات التابعة للدولة ومؤسسة كبيرة في الدولة، المفروض إنها تجيب فلوس. بدل ما بتجيب فلوس حققت بعض الخسائر كتيرة جدا لمحاباة تامر مرسي تحديدا، بيقولوا انه كان بيحابي ناس كتيرة جدا، ومنهم طبعا المخرج محمد سامي والمخرج وائل عبد العزيز، اللي بيقولوا ان ليك صلة قرابة كبيرة جدا بتامر مرسي، وبالتالي كان مجامله في بعض الاعمال اللي قام بيها المخرج وائل عبد العزيز، اللي عمل اعمال كتيره جدا لشركه سينرجي والشركه المتحده. وحاليا التحقيقات معاهم مش عارفين هتوصل ليه، ودي مؤسسه كبيره من مؤسسات الدوله مش هتسكت على المخالفات الماليه. وانتوا عارفين حضراتكم ان حتى الدوله لما بتيجي بتبان شدتها مع المخالفين، بتبان مع الناس القريبين منها او الناس اللي بيشتغلوا في مؤسسات الدوله. مش عارفين التحقيقات مع تامر مرسي ومع حسام شوقي هترسل ايه، لكن هو في مخالفات كتيرة جدا ومخالفات مادية، المفروض ان مؤسسة كبيرة زي المؤسسة اللي تابع عليها واللي حضراتكم طبعا عارفين هي تابعين لأنهي مؤسسة في الدولة من المؤسسات الكبيرة واللي هي بتدير فلوس يعتبر للدولة في الأساس، مش بتدير مجرد فلوس لأشخاص، لا هي بتدير فلوس للدولة، وعشان كده كانت مسيطرة على الإنتاج التلفزيوني تحديدا، وكانت معظم كل مسلسلات رمضان اللي بيشوف كانت تابعة للشركة المتحدة وشركة سينرجي، وكانت معظم التوزيع ليهم، وحتى بدأوا ياخدوا مجال الأفلام وينتجوا أفلام كتيرة جدا تخص الهيئة دي من الدولة، مع الاعتراف برضو انهم قدموا اعمال وطنية كتيرة. طبعا اخرهم كان مسلسل الاختيار 2، الناس كلها شافته وانبهرت بيه بعمل دولي وعمل بيخص الدولة وبيخص كل المصريين المهتمين بتاريخ مصر. فاحنا طبعا يعني انا شخصيا مع تطهير المؤسسة وإن اللي يديرها ناس محترمين، وبيديرها حاليا أو اللي تم اختياره للإدارة هو السيد كامل أبو علي، لو حضراتكم عارفين اللي هو من بورسعيد ورئيس إحدى الشركات الكبيرة، وراجل معروف بالنزاهة وحب بلده. فنتمنى إن يكون الأمور أحسن من كده، ومؤسسة كبيرة زي المؤسسة المتحدة ترجع بنفس القوة بتاعتها اللي بتدير بيها الإعلام والاقتصاد في مصر. إذا عجب حضراتكم الفيديو أرجو إنكم أنتم تعملوا له لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويا ريت لو القناة عجبتكم تشتركوا فيها معانا وتبقوا ضيوف دايما عندنا. أشكركم وأتمنى أشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.